اللهم اصلح امي سيدنا محمد، اللهم ارحم امي سيدنا محمد، اللهم اكرم سيدنا، اللهم احفظ امي سيدنا، اللهم اغفر امي سيدنا، اللهم استر على امي سيدنا محمد، اللهم تب على امي سيدنا، اللهم ارزق امي سيدنا، اللهم اهد امي سيدنا محمد اجمعين. اللهم انا على دوام ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. صلى الله عليه وسلم. Shall I?
هناك ما ندعوه دعوة، الدعوة يعني إنني أذكر ولا يمكن أن أنسى يوم أتيت إلى هذا الدير في المرة الأولى. الدعوة هي عرض، اقتراح، تفضل، فيك تجي وفيك ما تجي. أساس الحياة الرهبانية وأساس التكريس في حياة نوعا ما غير طبيعية هو ذلك اللقاء، هي تلك الدعوة. عندك اليوم كان في عتم مع شموع مضيئة بالكنيسة، كان في حركة ناس عم تفوت وتطلع، بعد عم تطلع من الكنيسة بعد القداس، وأنا كنت مواجه يعني كنت جالس هيك مواجه المذبح تحت لوحة الدينونة من وراء، كنت عم صلي، وبقلب هالعتمة إذا بدنا نقول هالظلام اللي هو ظلام مريح، يعني ما ليس ظلاما مخيفا، أنه ظلام معنوي، ظلام لأنه في قليل من الضوء، يعني كم شمعة هيك بتكسر الظلام، بس بقلب هالعتمة أنا دخلت إلى قدس الأقداس. في الكنيسة يوجد يعني صحن الكنيسة وقدس الأقداس أو الهيكل أو مكان المذبح، فأنا دخلت إلى قدس أقداسي بالأول، بعد أن كنا تناولنا جسد ودم الرب، وكنا عم نصلي مع مجموعة من الأصدقاء ورهبان وراهبات الدير والضيوف الموجودين في ذاك الوقت. أنا دخلت إلى قدس أقداسي وبهالعتمة، يعني بقدس الأقداس في الكنيسة كان في عتم لأنه كانوا طفوا الشموع الموجودة جوا، كان في بس يعني أنديل الزيت بجانب فوق القربان، وبذاك الوقت من قدس أقداسي إلى قدس أقداس الله، أول مرة أفكر هيك، أول مرة بعبر عنه بهالطريقة، من قدس أقداسي إلى قدس أقداس الله. وشعرت فعلا أنه هالعتمة المليئة بالمعاني وبالحياة شيء متناقض، مع أنه العتمة بالعادة تدل على الموت، بس لكن لا، ذاك الوقت كان في خطاب، يعني كان في، أنا سمعت
في أعماقي صدى المسيح يسوع الذي من وراء المذبح من قلب الهيكل يدعوني إليه. أنا جهاد. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سلمنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير على رسولنا الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. يتفضل حضرة مولانا السلطان أولياء شحمة الناظم حقاني. نبدأ بالأسئلة. السؤال الأول: ما علاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى ما أراد منا أن نكون مشغولين دائما في الدنيا، ما أراد منا أن نكون دائما محبين للدنيا، حب الدنيا، حب المال، حب، يقول يا رب ما لا يريد هذه الأشياء، يريد من غش، يريد كل شيء خالص لوجه الكريم، يجعل أول شيء محبة الله سبحانه وتعالى أول شيء في عبادتنا. ما بيصير الله لا يحب الشريك الثاني له، يحب فقط هو. علاقتنا بالله سبحانه وتعالى يجب أن لا تكون فيها غش أبدا. أما علاقتنا مع الشيخ سلطان الأولياء محمد ناظم حقاً، فهو كان المرشد الروحي والحسي والمعنوي لنا، الذي أوصلنا بمعيته إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نستطيع أن نصل إلى حضرة النبي وحدنا، نحتاج إلى مرشد حسي ومعنوي، وهذا المرشد الحسي والنعم بهذا الزمان كان مولانا سلطان الأولياء شيخ محمد ناظم حقاً. هو بمعيته نحن أوصلنا أن جعل أخرج حب الدنيا من قلوبنا، أخرج حب المال من قلوبنا، أخرج حب كل شيء، وهو وضع حب الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، هو وضع حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. كان حضرة، لذلك مولانا الشيخ نحن في صغر كان نعرفه، هو قريبنا، هو أبي كان يعرف مولانا الشيخ، أخواتي الكبار كان يعرف مولانا، ونحن الآن ماشي بهذا الطريق. الحمد لله شرفونا، كرمونا أن نقبلونا في هذا الطريق بمعيتهم، نحن وصلنا لهذا الحال الذي نحن فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. علي أبو أحمد، تفضل تفضل، بدك شيء؟ اي منيحة، بس بدي اي نجيبته على الألمنيوم إن شاء الله. Thank you.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك رحمة للعالمين صلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله والله يعطيك العافية كويس. فليش انا عم بسأل انه مثلا الشيخ عبد القادر شو كان يقول او الشيخ ناظر اذا في لانه اليوم يعني صار لقاء واقع يبدو يكون لقاء حيادي انه كافي خيرك شرك يبدو يكون هجومي تضادي تكفيري يعني يبدو يكون وئام محبة وئام محبة بجوز يكون تمسيح جوخ ومظاهر وبجوز يكون حقيقي ف... أنا هذا اللي عم سأله إذا في مثلا شيء فكر والله هو اللي نحن نتعلمنا من مولانا الشيخ ناظم يعني يعني ليش تعادي الناس شو الغاية من معاداة الناس يعني يلي بده يحاسب الناس هو الله صح ما حدا بده يحاسبه هلأ الناس إن كان مسلمين أو غير مسلمين ممكن مسيحية ممكن يهود صاروا هن يبدوا يحاربوا ياخذوا قالوا له الله ناخذ معود على جنب شوي نحن صار المسلمين يكفروا المسيحية المسيحية يكفروا اليهود اليهود يكفروا المسيحية والمسلم صار سبب المشاكل هلا هيك إيه عم يقول مولانا الشيخ هلا صار الإنسان أكثر من الوحش وحش الأسد بجاع بياكل حاجته ولو مرق من قدامه كل قطيع شو ما كان غزلان حمار الوحش شو كان يكون اي نوع حيوان ما بيقرب عليه ولو قاعد جنب منه ليش بطنه مليان شبك انسان ما عم يشبع ما بيشبع بيضل واحد بيقتل 100 زلمه وبيطلع فيه 900 واحد ثاني لازم مشان هو يسيطر بس مشان يضل قاعد على الكرسي مشان الغريزة الحيوانية اللي عنده ما بتشبع هيك عم يعلم مولانا الشيخ انه لا تصيروا هيك انتو اتركوا العباد لرب العباد بس الناس ما بده هيك ما قالوا مشوار على سوريا ان شاء الله اساس موعد هنا يعني بس بصير هلا صار رابع سنة في مشاكل يعني والله بالنسبة له ما في مشاكل بس يلي بيقول مولانا الشيخ انا دنبي طويل يعني انا بيجي بس معي ناس كتير هدول الناس اللي عم يجوا معا يعني فهمت عم يسبب احراجات لألو فهمت عليك حتى وين عم يقيم كمان يعني ليش نيمتوا عنكم شو بيقربكم شو بينسبوا طبعا عائلته هم بيته هم بيته بس عنده كمان في عنده بالمخيم فلسطين في عنده هنيك بيه يعني أهله هنيك وكل شيء بس عم يسببوا مشاكل أهله مرته من هون يعني مرته بس عم يسبب مشاكل للناس اللي حوالي نعم فهمت لك هو ما حدا بدي قاله لأنه كبير ما في عندكم هيك مثلا اتجاه نشاط باتجاه الدعوة
مش هي الدعوة كمان اللي تعلمناها من الشيخ. يعني أول شيء بدك تدعي نفسك. شلون بدك تدعي الناس وانت نفسك معهم؟ قال من عرف نفسه عرف ربه. صح. شلون بدك أنت ما بتعرف حقيقة نفسك بدك تعرف الله؟ ما حل. لذلك أول شيء بدك تدعي هون اللي هون. بعدين الناس سهل إذا ما أخلصت لحالك. يعني لما بيشوفوك أنت صادق مع نفسك ومع ربك منه بيقول هيدا هذا في شيء خليني إيش يشوف. هذا هو سبب الدعوة. لا بالحكي ولا بالإقناع. لأنه لا لو كمشنا الناس مسلمين هلأ عم يقول مولانا الشيخ أنا ممكن بأوروبا أدعي ممكن الناس يفهموا كلامي أما هون الناس ما عم يفهموا كلامي. يعني بأوروبا ما بدهم قال الله وقال رسول الله هون لأن كمان في عندهم أفكار في عندهم بس بدهم صدق العمل. هل أنت عملك صادق وهذا صدق العمل مو أنت بدك تقول والله أنا صادق أنا صادق أنا صادق لا الله بده يحط هذا الصدق بقلوب الناس بيقولون بيورجيهم للناس إنه هذا الزلمة صادق. إيه ها دعوة بالكلام بلاش هذا بدين تجوزوا. نحن عنا بالدار في بسين وبسيني كلهم. هلا موسم تبع. هاي دعوة إحنا بكافي ندعي حالنا. صح. يا الله سلم عليك. بارك الله فيك. خلي معاك. ذكرنا بدعائك كمان. شكرا كثير على زواجك. على حسن دين. هذا هو. يعني إذا شي مرة جيت ما عندي محل حط راسي بيجي لعندك؟ في عندي ستة بيوت. ماشي. أي بيت. ما شاء الله كل المأزون اللي افتحوا يعني ما شاء الله الله يخليك ما في احراج لا مخابرات ولا كذا اجى سوري ابن سوري ما اعطيكم هلا يا اخي سوره Thank you.
Oh, my God.
قدموك يا رب العز والمحفوظ بفضل هذا السماء الذي هو بالتبعين غير مائين فهو واتى بنعمته لحياه الجنس البشري وقراره وتجسد الى القديس والبطول الطاهر والجد الاخرياء ومن ان يتغير صلاه الانسان وضرب يدنا قدوس أنت يا الله قدوس أنت يا قوي قدوس أنت يا من لا يموت يا محمد قديشا قدوه قديشا حيثنه قديشا لمويته اترحم عليه قدوس أنت يا الله قدوس أنت يا قوي قدوس أنت يا من لا يموت ارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون أما بالنسبة للزاوية أو المقام أو المسجد هو مكان نرمي فيه أحمالنا وهمومنا حيث نحن شغلتنا الدنيا شغلنا حب المال حب الأولاد حب الزوجة دائما في الدنيا فلا نستطيع دائما أن نعيش في هذه الدنيا إذا لا يوجد مكان نرمي فيه هذه الأحمال الغاية الثانية من المقام أو من الزاوية هو اجتماع الناس على محبة الله محبة رسول الله محبة المشايخ
هذا الغاية الثانية. والغاية الثالثة يأتي إلى عند الناس غرباء من جميع أقطار العالم، من أوروبا، من أمريكا، من آسيا، هم للزيارة يأتوا إلى مقام لا يوجد مكان لهم للمنامة، يستطيعوا أن يناموا عنا ويأكلوا عندنا. والغاية الرابعة يوجد فقراء ومساكين محتاجين لا يستطيعون أن يأكلوا، نحن عنا هنا نطبخ لهم أقل شيء في الأسبوع مرة أو مرتين لهم حتى نطعمهم. معروف أن يزده صحة وعافية يا رب العالمين، هذا الطعام خير لوجه الله تعالى يا رب، من أكل منه شافي يا رب، من عمل فيه صالح فشافي يا وعافي يا رب العالمين، ومن أراد في هذا العمل خير يا رب فشافي وعافي يا رب، زدنا يا رب، زدنا همة يا رب العالمين، زدنا من جعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين، بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. ما يلا عمو عمو من هون يطلعوا لنا برا، من هون لبرا، فتح لنا الباب يلا يا بابا لك على راسي ها يلا ها 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 يلا ها ها وكان الترك ممكن يعني سهل وصعب بنفس الوقت. صعب لأنه صعوبة من وين؟ الصعوبة أنه أنا كنت أقدر تماما قديش هو يقيم الحياة الزوجية وحياة العائلة وحياة التزام المسيحي الكنسي في المجتمع والعلم لخدمة الناس. لم أترهب كرها في العالم، ولكن حبا في العالم، حبا في المسيح الذي دعاني. شو اللي بيدفع شاب أو صبية أو إنسان إنه
يغير حياته كليا. كان في أمامي طموح كبير، بدي أطلع أدرس وتابع دراساتي يعني على مستوى عالي بشكل جدي، وأصدقائي عملوا أطروحات دكتوراه ورجعوا يدرسوا في الكلية محل ما كنت عم نتعلم في الجامعة، وكان مستقبلنا مشرق يعني، كنا أول دفعة في كليتنا، كان في يعني هيك مستقبل، حلم، كان في حلم بمستقبل غني ومزهر ومليء بالحماس، حماس الشباب، حماس العشاق. هون في سر الله، سر الله الذي يخاطب القلوب، الذي يلمس القلوب. أما العلاقة بيني وبين أخ الشهاد، أول شيء هي علاقة إنسانية، هو إنسان أنا أحببته لله سبحانه وتعالى، لا يوجد غايب بيني وبينه، لا يستطيع، لا يوجد عمل بيني وبينه، لا يوجد، فقط أنا أحببته لأنه هو إنسان عابد لله، يعني أنا وجدت في حقيقة العبودية لله على الذي هو يريده، على الطريقة الذي يريد، أنا رأيته صادق. وهو نفس الشيء ممكن يبادلني نفس الشيء، أنا وجدني إنسان، كيف أنا تعرفنا على بعض أنا لا أعرف، تعرفنا عليه ليس في الصدفة، لا يوجد شيء في الصدفة عندنا، الله سبحانه وقدر لي وله أن نتعرف على بعض، يصير محبة بيني، يصير صداقة بيني وبينه. حاولوا حيوا أنتوا، لا ترجوا، لا تضطروا، لا تستنوا حدا يحيي سنة النبي، أنتوا بلشوا بهذا. حاولوا ساعدوا الناس، لا تستنوا لحتى الناس تقول لكم تعال ساعدنا. كل شيء عملوا أنتوا، بلشوا أنتوا، بلشوا بهالشيء. خليكم بدو الناس يشوفوكم غرب أنتوا، معلش. ممكن ناس تضحك عليكم، معلش. ممكن ناس تأذيكم، معلش. هذا كله من صفات ما في نبي إلا من أذى. هذا تعليم الشيخ ناظم. نعم. وبدك تعيش حياة بسيطة، حياة الترف هاي ما بتحسن تعيشها، لأن النعم مو دايمة على طول.
تعيش حياة بسيطة مشان بالاستمرارية. الاستمرارية بالحياة البسيطة بتحسن هاي حياتي هيك شو ما صار بتحسن تعيشها هون. هلا هاد بتحسن بدون كهرباء بدون بنحسن. تعب بس هلا القرن العشرين والواحد والعشرين كله ناس على التكنولوجيا صار إلههم معبودون هالتكنولوجيا. ما صفى صار في عندهم اعتقاد بهالكاميرا بالكمبيوتر أكثر من الله سبحانه وتعالى. وأنا شفت بالتلفزيون الله عم يقول هذا غلط. أنا شفت بالتلفزيون عم يصدق التلفزيون ما عم يصدق الله. الإله الجديد هذا معبود. وتحكى مولانا الشيخ ناظر على الكمبيوتر حرام أو على التكنولوجيا حرام. ظنوا الناس إنه هذا الشيخ ضد التكنولوجيا. هو مو ضد بضد أنه تجعله هذا إلهها كل يوم الصباح للمساء. صار العالم ما عاد تشتغل صار على الكمبيوتر يعملوا هيك يكوس الزرين هو يشتغل عنهم هن يروحوا على الشغلات اللي ما بتنفع أو جعلوا أو ببلش من الصبح للمساء قاعد هيك قدامه بالفرشة بالدكانة وين ما بيروح حاط قدامه هذا الشيء فجعلوا ونسيوا عباداته ونسيوا أذكارهم لله نسيوا كل شيء. عم نحاول نحن مو ضد التكنولوجيا بس نبعد عنها شوي. لا الله يسخر كل شيء لخير الذين يحبونه. يعني يقول مار بولس انه يعني مثلا خلينا حي الله شغلي النار يا اخي النار خير ولا شر؟ هي خير وبنفس الوقت بصير شر كمان حسب الاستعمال اللي تستعمل فيه. فكل شيء لازم تستخدمه بحكمة. يعني نحن هون عندنا تساؤل كبير في الحياة الرهبانية. نحن ننذر الفقر عندنا ثلاثة نذور الطاعة العفة الفقر. طيب نحن بالمكتب عندنا كمبيوترات عندنا ممكن سيارة سيارتين للشغل ولا التنقلات وهيك. دائما نطرح السؤال نحن إلى أي درجة الفقر هو طبعا سيدنا عيسى دائما حذرنا من الوقوع في شر الحرف فخ الحرف. ننتبه حرف الكلمة أو الآية يقول هيك لكن روح الآية شو هي. نحن دائما نتساءل وين لأي درجة نحن أمينين للفقر لما مثلا نستخدم ما سخر الله لنا لأنه هذا مما سخر الله لنا. نعم. فأنت قادر مثلا أنك تكون متحرر من هذا الشيء تكون عم تستخدم فعلا للخدمة ولا فقط لطرفك ولا راحتك ولا يعني هذا تحدي دائم في الحياة الرهبانية. ما بعرف أنتم ممكن ما عندكم هالوسواس يعني بس نحن عنا هي بشكل دائم لأنه ما بدنا نجرح نزل الفقر وبنفس الوقت بدنا نكون أولاد اليوم. نعم هي الفكرة للناس عن التصوف أحدين فكرة التصوف أنه المتصوف منعزل متصوف مو أكل هم شيء ما بيأكل هم الناس ما بيساعد الناس. المتصوف أواعين مسخين مشؤوهين هذا هو هذا صورة المتصوف اللي هذا شائع شعرته يمكن طوال يمكن منطاف دقنه هيك شو ما كان هذا المتصوف. بينما يعني نحكي لك عن شيخنا أنه هو القدوة طبعا بيركب سيارته من المرسيدس اللي الفخمة هيك. كان قبل منه الشيخ عبد القادر الجيلاني كان عنده 1000 خادم 1000 خادم لألو اللي بيخدموه. فأحد المتصوفين من الدرويش قال له يا سيدنا أنا بدي أروح على بغداد. قال له إيه في شيخ كبير عالم كبير اسمه الشيخ عبد القادر روح زوره قال له خليه يدعي لي. قال له إيه راح هذا المريد الشيخ الدرويش لعند على بغداد وصل على بغداد وين الشيخ عبد القادر الجيلاني وين الزاوية وين التكية وفكر بده يجي على الشيخ الدرويش أخذوه على قصر كبير. قال أنا ما بدي أجي عند الملك أنا بدي أروح عند شيخ جليل اسمه عبد القادر. قال له هم فوت جوا فقصر من كبار القصور فتستقبلوا 3 أيام من عدد المشايخ 3 أيام ما بيسألوا شيء. بعد 3 أيام تعال يا ولدي شو بدك؟ قال والله يا شيخ شو بدي أسألك والله ما أعرفان أنا بالشيخ قال بتروح لعند في شيخ جليل اسمه عبد القادر الجيلاني خليه يدعي له. قال له لشيخك خليه يشيل حب الدنيا من قلبه. تعجب طلع هي قصور وخدم وكل شيء شيخ اللي ما عنده غير إبري وسجادة مثل هاي هيك تعبان هذا بده يشيل حب الدنيا وأنت قاعد بكل هالقصور. فرجع المريد رجع عند شيخه
قال له والله يا شيخ رأيت العجب أنا. قال له رحت لعند هذا الشيخ جليل لقيت الخدم والحشم وكل شيء الأكل اللي أكلناه نحن في حياتي ما لنا أكلين عن مثل حكايته. قال له شو طلب منك شيخ عبد القادر؟ قال له قال لك خريج حب الدنيا من قلبه. قال له صدق شيخ عبد القادر، أنا عندي إبري وهالبساط وهالشحاطة تبعي، كل ما بنوي الصلاة بخاف يجي واحد يسرق لي شحاطي أو يخرق يسرق لي الإبري الوضوء تبعي، فلذلك على طول قلبي مشغول بالإبري والشحاطة مو مشغول مع الله سبحانه وتعالى. هو قلبه مع الله سبحانه وتعالى على طول، ما بيهمه هالمور، هذا شيء للظاهر، الشيء الخفي هو والأخفى مع الله سبحانه وتعالى. الله يجعلنا آمين بشفاعة جميع الأنبياء إن شاء الله. حرية القلوب، حرية القلوب نطلب دائما حرية القلوب. تمام. الحمد لله شفناكم بخير سيدنا. يعني مشوارك غالي كتير يا الله. مشوارك غالي كتير. الله كريم نرجع ملتقي إن شاء الله. هلا ما تروحوا إن شاء الله وقت الغرب. والله لا 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 مشان حرر قلبك من حب الدنيا. والله مو مشاكل. أنت اليوم ما رسي والله أنا تارك المقام. إيه المقام ربه بيدبره. كان في بابا خبرك عن خبرية، كان في بابا من الباباوات على أيامه الكنيسة سائد جدا. والإيمان قل والكنيسة في خطر وعلى آخره. خطر إيمانيا يعني ما ينام الليل خايف على الكنيسة. فرب العالمين حكى بالحلم قال له هاي الكنيسة كنيستي نام أنا بدير بعلي أولين ما كلم باكل إن شاء الله وما تروح يا رو نحن عدنا نحن صوتين. تفضل تفضل تفرجيك شو مرة حدا شرح لك يا قوي تحت ما رح يسمع عليك طلع ما تفضل بس انا اشوفك باذن الله بس ارجع من ايطاليا ان شاء الله بعد هناك المشوار. وشكرا لك. السلام عليكم. بارك الله فيك. سلمك اخوك كثير ان شاء الله. اذكرنا بدعاك ان شاء الله. الله يخليك. السلام عليكم. وفق. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام. شرفنا تبع الشيفين. ايه ان شاء الله. انا عرقان كثير. ماشي. السلام عليكم. التوفيق. السلام عليكم. الله يخليك. الله يخليك. صبر صبر. هلا بجنب المشي؟ ايه لا خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اذكرنا بدعاك.
غير مرموسة مثلا في الكنيسة السريانية الكاثوليكية. نحن أول رهبان وراهبات، أول محاولة إعادة الحياة الرهبانية بعد أن انقرضت، نستطيع أن نقول انقرضت الحياة الرهبانية، توقفت الحياة الرهبانية في الكنيسة السريانية الكاثوليكية في لبنان منذ تقريبا 100 عام. نحن نشعر أننا أبناء وأولاد وإخوة هؤلاء الرهبان القدامى، ونشعر أننا مسؤولون وأننا مؤتمنون على الوديعة، وديعة الإيمان ووديعة الحياة الرهبانية، أي قيمة الشهادة للمسيح الآتي، المسيح المنتظر الآتي. في كنيستنا حيث رسم الرهبان الجدران بالأيقونات بالفريسك، وحيث صلى الرهبان ومشى في هذه الأودية، لا نزال نشعر أن هناك بركة حضورهم، بركة حضورهم. ولدينا في المقبرة بضع من عظام الرهبان القدامى. بالنسبة إلينا هذه العظام هي ذخائر، هي بركة. خلاصي فممن أخاف، الله نوري وخلاصي فممن أخاف، نورا من نور، نورا على نور، نورا من نور، نورا على نور،
نور من نور نور على نور نور من نور نور على نور نور من نور نور على نور الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض عند العقيدة المتصوف يجب أن تكون داخل الحدث ليس خارجه. إذا تحب أن تساعد الناس هكذا تساعد الناس، ليس المساعدة الناس فقط أن نعطيهم نقود أو نعطيهم طعام، هذا شيء سهل يستطيع أي واحد، ليس المتصوف يفعل هذا، ولكن الأمراض المعنوية التي موجودة عند الناس تحتاج أن تكون معهم، تعيش معهم، تعاصر الناس، تسمع من الناس، ممكن تأخذ أذية من الناس كمان، مشاكل كثيرة من الناس تأتي وأنت بنفس الوقت تتحمل وتأخذ عنهم أمراض معنوية كثيرة. إذا ما ساعدنا الناس مين بيساعد؟ هذه صفات الأنبياء، نحن نتشبه بهم فنكون نحاول أن نكون مثلهم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 استغفر الله العظيم واتوب إليه 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 استغفر الله العظيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار إن الله وإن إليه راجعون إنا خلقناكم وفيها نشركم نحن نخرجكم تارة اللهم ثبتنا الحق اللهم ثبتنا الحق اللهم ثبتنا الحق يثبت الله الذين آمنوا في القول الثالث الحياة وبعد الممات منها خلقناكم وفيها نشرككم ومنها نخرجكم تارة أخرى والله على ما نقول وكيل يا رب تشفينا بجرح حبيب محمد يا رب تأوينا بجرح حبيب محمد يا رب تكرمنا بجرح حبيب محمد يا رب ترحمنا بجرح حبيب محمد.
أين أنت يا حبيبي؟ هلما هلما وقبلني، هلما وكفكف دموعي، وامسح عرق جبيني بيدك المثخنة بالجراح. ضع يدك في شعر رأسي وقلبه كما كانت تفعل أمي، واجعل من صدرك الخافق الخلاق وسادة أضع عليها رأسي وأنام، أنام مستمعا إلى دقات قلبك. أين أنت؟ إني في غربة، غريب أنا في الأرض، غريب عن نفسي، غريب عن جماعتي، غريب عنك، فأين أنت؟ لما لا تأتي كالبحر الهائج وتقلب مقاعد الصيارفة، تقلب مقاعد الصيارفة في قلبي وحياتي، وتطرد الباعة من مقدسك وبيت الصلاة؟ لماذا لا تعود في الليل لتعاقبني عن تقاعسي، لتعاقبني على تقاعسي في خدمة إخوتي وأخواتي والعالم؟ لما لا توبخني وتؤدبني؟ أين أنت؟ بحثت عنك، بحثت عنك في كل مكان ولم أجدك، مع أنك الحاضر المالئ الكل. وعجبا، من أراد أن يهرب من الله فلا ملاذ له، لا السماء ولا الأرض ولا مثوى الأموات، ولا الليل أو النهار، ولا السحر أو البحر، ولا أي أين أو عند أو محل. أما من تهرب أنت منه فأين يجدك؟ اللهم ربما قد أضعتك أنا في بحثي عنك، ربما خلتني أبحث عنك بينما كنت أبحث عن نفسي، فلا وجدتها ولا وجدتك. إلهي إلهي أين أنت؟ لن أقول لماذا تركتني، فلعلي أنا من تركك، ولكني أقول أدعوك، تعال اقترب، اظهر، أين أنت؟